السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة إن شاء الله هناخد باراجراف جديد about rim gazelles. rim gazelles يعني غزلان الريم. rim gazelles look very beautiful. غزلان الريم تبدو جميلة للغاية أو جميلة جداً. They live in the Sahara Desert. يعني إنها تعيش في الصحراء الكبرى. They eat grass. بيأكلوا العشب. And plants. والنباتات. They have long horns. لديها قرون طويلة. They don't need to drink a lot of water. لا يحتاجوا أن يشربوا الكثير من المياه. They can run very fast. هم يستطيعوا أن يجروا بسرعة. تاني. Rim gazelles look very beautiful. They live in the Sahara Desert. They eat grass and plants. They have long horns. They don't need to drink a lot of water. They can run very fast. إلى اللقاء في فيديو جديد. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.